حجر صحي شامل في ولاية البليدة شمال الجزائر لمدة 10 أيام. قوات الدرك أغلقت كل المداخل المؤدية إلى الولاية التي يقارب عدد سكانها 1 مليون نسمة. حجر يقول بعض سكانها إنه كان متوقعا بعد تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا. استقبلنا هذا القرار الحجر الصحي على ولاية البليدة، نحن في البليدة، بارتياح، وفعلا كان هذا القرار منتظر وكان مطلب أيضا لعموم سكان الولاية بحكم حجم الإصابات في ولايتنا، وأيضا أنه هذا الحجر سيحد إن شاء الله وقاية ومن التنقل. المجلس الأعلى للأمن الجزائري أقر أيضا حظر التجول مساء في العاصمة الجزائرية لمدة 12 ساعة، إجراء تباينت بشأنه الآراء. الصين بلاد مقدمة منا، هم داروا حجر صحي نجحوا فيه، نحن لازم نديروا كما هما، نديروا حجر صحي باش الوباء هذا باش ما ينتشرش. الاجراءات اللي خداتهم الدولة الجزائرية تحضر التجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا، بون في الجزائر العاصمة إجراءات راهي كيما نقولوا في المحل ديالها. الناس اللي يخدموا على 7 تاع الصباح يسكنوا في كيما انا نخدم على 7 تاع الصباح، نسكن في بيرتوتا باش نروح للبلكون 7 دو ماتان فاش نروح. هادو هما اللي يعني الشيء اللي راهم غالطين. التدابير الاحترازيه تضمنت غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات ما عدا المخابز ومحلات الخضر والفواكه، وكل مخالف لهذه الإجراءات يعاقب بالشطب ويوضع في قائمة سوداء. السلطات شددت أيضا على احترام مسافة 1 متر على الأقل في كل المؤسسات التي تستقبل المواطنين، ويقع على عاتق كل مؤسسة تنظيم هذه المسافة، إضافة إلى منع حركة سائق الأجرة عبر كافة التراب الوطني. بعض المختصين لم يستبعدوا أن يطال الحجر الشامل مستقبلا ولايات أخرى أو حتى كامل البلاد. الحالة راهي تتطور، أقول يوما بعد يوم أو ساعة بعد ساعة، ربما على حسب الحالات المؤكدة نلحق إلى منع التجول وإلى العزل المنزلي الصحي لكافة البلد، لأن التنقلات حتى ما بين المناطق صعبة وصعبة جدا. على الرغم من مساعي تتويق رقعة انتشار فيروس كورونا، ارتفع عدد الولايات الجزائرية التي أعلنت وجود إصابات فيها، فيما يدعو مسؤولون وناشطون الجزائريين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقاية من انتشار الفيروس. مع بداية الحجر الصحي الشامل في ولاية البليدة، يدخل حظر التجول حيز التنفيذ في العاصمة الجزائرية بعدما أقره المجلس الأعلى للأمن الجزائري لمواجهة وباء كورونا. محمد جراد على الحرة، الجزائر.